السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها قرارات الرئيس هادي الأخيرة ودلالاتها وآثارها على مسارات الحرب والسلام. في اللحظة التي كان الجميع ينتظر آخر مستجدات المحطة التالية من مباحثات السلام، فاجأ الرئيس هادي الجميع بقرارات يرى البعض أو بعض المراقبين أنها ذات علاقة مباشرة بما يجري التحضير له في تلك الجولة المرتقبة. الفريق علي محسن نائبا للرئيس، ودكتور أحمد بن دغر رئيسا للحكومة بدلا عن خالد بحاح الذي كان يشغل المنصبين. تغييرات قالت ديباجة القرار الرئاسي أنه يأتي في ظل فشل الحكومة في القيام بمهامها طوال الفترة الماضية، فيما رأى البعض أنه محاولة من هادي لقطع الطريق أمام من يعتقد أنه بند في طاولة مباحثات جولة الكويت لإزاحته من المشهد لصالح نائبه بحاح. هذا التغيير الذي يأتي قبل أيام من انعقاد جولة الكويت التي تبحث عن تسوية سياسية تنهي الحرب، وعلى الرغم من كونها لا تشير إلى أي اتجاه يمضي المشهد إلا أنها ستلقي بظلالها على هذه التسوية، ومن المحتمل أن يكون هادي هو الرابح في هذه المرة أيضا. على صعيد الأداء الحكومي الذي كان سببا رئيسيا للقرار، ينتظر أن ينعكس هذا التغيير على واقع متدهور في المناطق المحررة وعلى دعم المقاومة ومعالجة مطالبها في أكثر من جبهة، لكن الآمال تبدو منخفضة نظرا لأن التغيير لم يمس أي وزارة، ولا يبدو أن هناك فارقا كبيرا في رؤية بن دغر وسلف بحاح بهذا الخصوص. دلالات القرار وآثاره على المباحثات السياسية وأداء الحكومة سيكون محور نقاشنا هذا المساء، لكن مشاهدينا بعد أن نشاهد هذا التقرير. أكتم بالله العظيم أن أكون متمسكا على مفترق طريق بين استمرار الحرب والتوقف عند محطة سلام مرتقبة. اختار الرئيس هادي تعقيد المشهد بشكل غير متوقع. قرارات مفاجئة جاءت بالجنرال صاحب الشخصية الأكثر إثارة للجدل إلى منصب لا يريده فيه الكثيرون، في تأكيد على مقولة هادي قبل أيام بداية لكل شيء. فيما كان بن دغر المنشق عن صالح أخيرا يتسلم رئاسة الحكومة بديلا لبحاح الذي جاء إلى منصبه بعد اتفاق السلم والشراكة الموقع على صوت رصاص الميليشيا وهي تجتاح العاصمة في أول أيام انقلابها. الأداء الحكومي الذي كان السبب الرئيسي لتغيير رئيس الحكومة بحسب ديباجة القرار الرئاسي لا ينتظر الكثير أي تغير فيه، مع الاكتفاء بتغيير رئيس الوزراء وبقاء كل وزراء الحكومة في مناصبهم، فيما سيكون من الصعب التخمين بأن رؤية بن دغر تختلف عن رؤية بحاح في كثير من الملفات العالقة خصوصا ما يتعلق منها بالمقاومة. هذه التغييرات في التشكيلة الأعلى للسلطة الشرعية تختزن الكثير من الدلالات، ومعها لا يمكن التنبؤ بأي اتجاه سيمضي مسار التسوية المرتقبة والتي ستعقد جولة حاسمة في الكويت نهاية الشهر الجاري كما هو مفترض. وبين من يرى تعيين محسن دفعة أخرى لمسار الحرب وقطعا للطريق أمام مطالب مغادرة هادي للمشهد السياسي وتنازله عن منصبه لنائبه الذي كان خالد بحاح إلى ما قبل ساعات فقط، وهما صار الآن أبعد مع تعيين الخصم الأول للانقلابيين في صنعاء مكانه، وبين من يرى تعيين بن دغر إشارة إلى رغبة في إبقاء طريق التسوية مفتوحا، تبقى كل الاحتمالات واردة ولا تنتصر هذه التغييرات لأي من الخيارات القائمة حاليا. إذن مشاهدينا نجدد الترحيب بكم، وسيكون معنا لمناقشة موضوع هذه الليلة كل من مستشار الرئيس هادي الدكتور محمد بن موسى العامري ورئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد، كما سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أيمن نبيل من ألمانيا. نبدأ معك سيادة سيد عبد السلام رئيس مركز أبعاد للدراسات، مساء الخير سيد عبد السلام. اهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام. اهلا بك سيد عبد السلام. في البدء، هل هذه القرارات توحي بان هناك تسويه قائمه يعني قادمه، ام انها تشير اكثر الى ان الحرب ستظل مستمره؟ كلا الامرين وارد، وهذه القرارات واضحه جدا انها اخذت في احتياطاتها كل الاحتمالات ذات القريبة المدى وبعيدة المدى. القريب المدى وهي مفاوضات الكويت خلال الفترة القادمة، حيث أظهرت القرارات حرص الحكومة على المجيء بشخص لقيادة الحكومة
ينتمي لحزب طالما كان الكتلة الصلبة للانقلابيين. وأيضا على المدى البعيد من الواضح جدا أنه في حال الفشل فتعيين علي المشتل الأحمر كنائب ربما سيكون له تأثير في إحداث أيضا كثير من التفكيك داخل إطار الكتلة الصلبة. نعم. في بالذات الإطار الجبلي المحيط بالعاصمة. نعم سيد عبد السلام، ما دلالة يعني تعيين الفريق علي محسن تحديدا في هذا المنصب؟ أولا هو عين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو منصب جاء نتاج الضرورة ولم يكن قانونا يعني مقر، حتى أنه بعد إنهاء عمل نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح انسحب تدريجيا هذا الموقع وتم تعيينه رسميا بشكل قانوني موجود في الإطار الهيكلي للجمهورية اليمنية ولقيادة الدولة. نعم، ولكن ما الذي سيقدمه هذا الرجل مقارنة بخلفه؟ يعني خصوصا أن هذا الرجل عليه خلاف كبير من مكونات كثيرة في البلد. نظرية التعميم لا يمكن الأخذ بها، فأبهرت الأوضاع خلال الفترة الماضية أن كتلة الانقلابيين كانت كتلة صلبة رغم اجتماعها كثير من التيارات المختلفة فيها وجمعتها المصلحة، وبالتالي نحن أمام مصلحة واضحة جدا للبلد وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبالتالي الترتيب الداخلي في إطار الكتلة الداعمة للدولة مهم جدا، وعلي المحسن الأحمر ينتمي لتيار جزء من هذا التيار المناهض للانقلاب، على الأقل من خلال خلفيته العسكرية بالإمكان أن يساعد في ترميم وضع الجيش المنشق والممزق والمنقسم خلال فترة الانقلاب. نعم، لكن سيد عبد السلام، البعض يرى أن هذه التغييرات التي حدثت أو والقرارات التي أصدرها الرئيس هذه جاءت من خلال يصفها البعض كأنها صفقة، يعني لكنها تشير إلى أن هناك يعني تسوية مرتقبة، بينما يرى آخرون أنها قطع الطريق بين من يعني مطالب كانت مطروحة أو ستطرح في طاولة المفاوضات القادمة بأن الرئيس هادي يعني المفترض أن يسلم صلاحياته إلى نائبه الذي كان بحاح سابقا، بينما أن تعيين اللواء علي محسن اعتبره البعض أنه قطعا لهذه الطريق. أعتقد هذا التحليل غير منطقي إطلاقا لسبب أن القرار الدولي 2216 نص على شرعية الرئيس هادي أولا، وثانيا المبادرة الخليجية نصت على شرعية هادي وأنهت حالة البرلمان القانونية وحتى حالة ما يسمى التغيير عبر أطر دستورية، أي علقت حتى الدستور، وبالتالي كيف يمكن لنا أن المنصب الشرعي الوحيد هو منصب رئاسة الجمهورية، وأي طرح من هذا القبيل لتغيير مثلا الرئيس أو إعطاء صلاحياته لنائب أو كذا هو اصطدام مع المجتمع الدولي وقراراته ومع المبادرة الخليجية، وبالتالي يكون الانقلاب مشروع. إذا المسألة هذه بعيدة جدا في هذا الجانب جانب التحليل، ولكن يمكن أن نقول أن هناك استعداد سياسي واستعداد عسكري لمرحلة التفاوض. إن نجحت التفاوض وقبل الحوثيون بتطبيق القرار الدولي الوضع السياسي موجود والحكومة برئاسة ابن دغر موجودة وهو شخص ينتمي لحزب شارك في الانقلاب ورغم مناصرته الشخصية للشرعية، وإذا كان هناك جانب عسكري أو بالمعنى استمرار التمرد وعدم الوصول إلى اتفاق الوضع العسكري سيحله بوجود قيادة عسكرية متدرجة من رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ونائبه النائب العام للقوات المسلحة، وبالتالي هذا الطرح لا يمكن طرحه الآن، لكن أعتقد أن المسألة متعلقة بإصلاح البيت الداخلي للشرعية أكثر منه من أجل قطع الطريق. نعم. على إذن وضحت الصورة سيد عبد السلام، تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من ألمانيا الكاتب والمحلل السياسي سيد أيمن نبيل. مساء الخير سيد أيمن. سيد أيمن، هذا التغيير وفي هذا التوقيت تحديدا لماذا؟
هل كان حاجة لهذه أم أنها فرضتها المرحلة فعلاً؟ هناك في الحقيقة ثلاثة زوايا بإمكاننا النظر من خلالها لهذا القرار. أولاً الاحتكاك الإقليمي في اليمن. نعم. بالتأكيد طبعاً هذا القرار لم يتخذه عبد الله منصور هادي يعني. هذا القرار أتى من فوق وبحاح محسوب نوعاً ما على الإمارات. الجناح الإماراتي يعني. نعم. وبالتالي في إزاحته أولاً لها علاقة بالاحتكاك الإقليمي. الأمر الآخر هناك بالطبع يعني إزاحة بحاح كان فيها أيضاً مشكلة منذ فترة. هناك طبعاً احتكاكات بين عبد الله منصور هادي وبحاح منذ فترة. ولكن كان هناك إشكالية في البديل. خصوصا ان البديل يجب ان تكون له مواصفات خاصه يعني بالذات مناطقيه بحكم يعني كثره المناطق التي اصبحت الان هي دين السياسه اليمنيه، فبالتالي اتى بن دغر بعد ذلك وهو ايضا من الجنوب، يعني بالتالي يمكن تحييد هذا الجانب المناطقي وكسب بعض قطاعات الحراك الجنوبي. الامر الثالث بعد ذلك هو المفاوضات. ان عمليه التغيير لم تاتي في اطار يعني مصلحه عامه يعني تخص البلد، انما في اطار مصالح اقليميه يعني. بالضبط 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 بالضبط، لا يوجد مصلحة عامة هنا، مصلحة عامة بين دغر هذا يعني شخص فاتن الآن علي محسن الأحمر، الشركة الثانية لعلي عبد الله صالح في الحكم طوال 33 عام، قيم عن أي مصلحة عامة نتحدث هنا؟ هناك طبعا هناك مصالح، هناك بعض الناس يعني يرى في الأمر شيئا إيجابيا، ولكن علينا ابتداء أن نعرف ما هو الإيجابي من وجهة نظري الشخصية. لا يوجد مصلحة عامة إطلاقا في تعيين بن دغر بالذات، وخاصة وأنه هو بالذات يعني كان احد مروجي خطابات بذيئه في 2011 لو تذكر خطابات الاختلاط وما الى ذلك. نعم سيد ايمن، يعني هل تعتقد ان السعوديه ايضا لها دور في هذا القرار؟ بالتاكيد هذا امر ليس فيه شك. عبد الرحمن منصور هذه عندما كان في اليمن وعندما كان العالم كله يدعمه لم يكن قراره بيده، لم تكن لديه الشخصيه والقدرات الشخصيه واحترام الذاتي واحترام الوطن والمكانه والمنصب الذي فيه، فما بالك الان وهو الان مقيم في الرياض عندهم يعني. فبالتالي السعوديه كان لها يعني القرار اتى من فوق، بالتالي وعبد الرحمن منصور هادي فقط تحرك في هامش بسيط يعني. ما التاثير الذي سيمثله هذا القرار بوجود بن دغر وايضا علي محسن في المشهد السياسي القادم؟ في الحقيقه علي محسن الاحمر كان هناك قبل فتره قرار بتعيينه نائبا قادر على القوات المسلحه، وهو قرار طبعا ليس له اي مكان في الهيكل الدستوري اليمني. ولكن كما يبدو كان هذا مجرد تحضير لهذا القرار القادم، بمعنى ان هذا الامر كان موجودا من قبل في يعني في عقول من يسيرون الامور السعوديه ومعها. هناك طبعا بالنسبه هناك امران مهمان، بالنسبه للقتال هناك المناطق الشماليه تريد بعض الضمانات في حال حصلت تسويه، ولا يوجد افضل من علي محسن الاحمر في عقل السعوديه طبعا. نعم. افضل منه بحكم انه يعني رجلها هو علي بن صالح كان هما توأم يعني التوأم المساند والمتواجد قيادة السعودية في اليمن. هذا أمر. الأمر الثاني بن دغر أيضا يضمن بعض يعني نعم. أو جناح في المؤتمر الشعبي العام الذي يتوجس أيضا ويريد أن يبقي على مصالحه. وبن دغر شخص معروف بعكس بحاح. بحاح كان مجرد شخص يعني كان وزير وكان سفير ولكن ليس له ماضي سياسي يعني بالمعنى العملي، لكن بن دغر كان يعني له تواصلات سياسية وله كذا وبالتالي له بعض التأثير هنا. بالتالي هناك تأثيران، تأثير عسكري والعلاقة بالمنطقة الشمالية في علي محسن الأحمر، وأيضا احتمال كبير أن عبد الرحمن منصور سوف يذهب عن مشهد بحكم ضعفه هذا، وبالتالي فطبيعي أن يصبح علي محسن الأحمر هو الرئيس القادم رغم أنه شيخ يعني سبعيني، ولكن هذا حال السياسة اليمنية. ومن جانب آخر هناك أيضا جانب يعني استمالة بعض الناس في المؤتمر الشعبي العام. نعم تكرم بالبقاء معنا سيد أيمن، سنعود إلى ضيفنا الآخر السيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، يعني القرارات التي تمت هل ستؤثر على يعني في المشهد القادم، خصوصا إذا ما تعثرت التسوية السياسية أو المفاوضات القادمة؟ دعني أقول لك أمرا، أن كل القرارات هذه لا تأثير لها ما لم يكن هناك تأثير على الأرض وفي الميدان، وبالتالي هذه القرارات قد تكمل الجانب الشرعي والجانب النظري لوضع الدولة مستقبلا، سواء تمت العودة بالمفاوضات أو تمت من خلال حسم عسكري، لكن الأمر المرتبط بعودة الدولة فعلا هو على الأرض. كلما كانت المناطق المحررة أكثر يعني اعتمادا على الدولة سواء من ناحية الأمنية أو من ناحية الاقتصادية ومن ناحية المعيشية، وكلما حضرت الدولة كانت لها تأثير هذه القرارات.
دون ذلك لا تأثير لها. وأنا أعتقد خلال المرحلة القادمة يبدو أن الأمر تغير بشكل كبير جدا، وليس أمام هؤلاء إلا العمل في الميدان، خاصة وأن الديباجة التي جاءت في إطار إنهاء عمل خالد بحاح كانت ديباجة تستخدم لأول مرة. يعني هل يعني ذلك أن الخيار العسكري هو من سيكون سائدا في المشهد القادم؟ لا، السيناريوهات كلها مفتوحة على جميع أبوابها، وأعتقد أنا يعني أن المفاوضات من خلال وجهة نظر الشخصية ستفشل خلال المرحلة القادمة لعدة أسباب، أهمها أن الحوثيين لا زالوا ينظرون إلى القرار الدولي بسقف أدنى من سقفهم، وبالتالي هم لا يريدون الدخول في إطار مفاوضات على القرار الدولي، وإنما يريدون مشاركة مع الحفاظ على الكتلة العسكرية لهم داخل محافظة صعدة. وهذا أمر خطير جدا، حتى أن الأمريكيين يضغطون في هذا الاتجاه، وهو أمر بالتأكيد هي سيعيد دورة الصراع من جديد. ولذا أنا أرى يعني شخصيا أن السيناريو القادم سيناريو الحسم العسكري هو الأقرب إلى الوضع. نعم، ولكن كيف نستطيع فهم أن تصريحات وزير الدفاع السعودي عن وجود وفد للميليشيا في الرياض ما يدل على أن هناك تفاهمات بين الجانبين في ظل وجود هذه القرارات التي تمثل الشأن الداخلي للبلد؟ المملكة هي تحاول استيعاب الجميع باعتبارها الأب لكل اليمنيين، ولا تريد أن تظهر بعداء مع اتجاه معين طالما بادر في الحوار حول كثير من القضايا، من ضمنها قضية الحدود وعدم إزعاج جيرانها الجيران وهم المملكة. وأيضا استعدادهم، هم أعلنوا استعدادهم للتفاوض حول القرار الدولي وحول المشاركة السياسية، بالتالي فتح لهم الباب لتحاور معهم، لكن لا يعني ذلك أن هذا الباب سيظل مفتوحا طويلا، وأنه سيتم القبول بسيطرة الميليشيات على جزء من الأرض وبمشاركة السلطة. هذا أمر لا أعتقد أن المملكة ليس من مصالحها ولا مصالح الأمن القومي الخليجي. بالتالي لا يمكن للمملكة إذا لم يتم تطبيق القرار الدولي وإعلان حل الميليشيات والاندماج في العمل السياسي وتسليم المدن وتسليم الآليات المسلحة الثقيلة للدولة، ما لم يتم ذلك أنا أعتقد أن المملكة ستكمل مهمتها في قيادة التحالف العربي لدعم عودة الشرعية عسكريا. نعم، ابقى معنا سيد عبد السلام. نعود إلى ضيفنا الآخر أيمن نبيل المحلل السياسي. سيد أيمن، هناك اليوم تصريح لوزير الخارجية اليمني السعودي أن هناك يعني وفد للميليشيا في الرياض وأن هناك تفاهمات بين الجانبين. كيف نقرأ هذا التصريح في ظل هذه القرارات التي يعني ينظر إليها البعض أنها معالجة للشأن الداخلي اليمني؟ سيد نبيل، هل تسمعنا؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أيمن نبيل. نعود إلى السيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، فيما يخص الحكومة، هل تتوقع تغيير في أدائها خلال المرحلة القادمة في ظل القرارات القائمة؟ لكل مرحلة مهمات خاصة. نحن في اليمن هي قادمة على، إذا نجحت المفاوضات فهي قادمة على مرحلة استعادة الدولة ومرحلة إعادة الخدمات للمناطق اليمن بمختلفة، وهي مرحلة خطيرة جدا ستحظى بدعم دولي، ولكنها لا يمكن إطلاقا أن تتم ما لم يكن هناك تغيرات استراتيجية داخل أداء الحكومة. لكن في الحالة الأخرى، إذا كان هناك حسم عسكري، فأعتقد أن الأولويات ستكون باتجاه الأمني والعسكري، الأمني في المناطق المحررة والعسكري في المناطق غير المحررة مع بعض الخدمات، وهذه ستحظى بدعم التحالف وليس دعم الدولي ربما. لكن كلا الأمرين يحتاج إلى حكومة قوية. أنا أعتقد سيحصل بعض من التعديلات والتغييرات في
في تعيينات بعض الوزراء والمسؤولين، ولكن لن يكون بشكل كامل. نعم، ولكن القرار الذي تم على أن هناك يعني قصور في أداء الحكومة، حكومة بحاح، بينما أن هذا القرار معالجة للقصور الذي الحاصل في الحكومة، هل المشكلة تكمن تحديدا في شخص رئيس الحكومة، أم أن يعني المشكلة تكمن في أيضا في الوزراء المتواجدين في هذه الحكومة؟ الديباجة على فكرة يعني هي من الأول مرة تستخدم في هذا الجانب، أنها تذكر الأسباب لعزل رئيس الحكومة، لكن حقيقة لا يوجد تجانس واضح جدا، لا يوجد تجانس بين نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح وبين رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وبالتالي ما حصل هو نوعا ما إعادة التجانس لصانع القرار. نعم. أي بمعنى أن عبد الرب اختار فريق جديد له خلال هذه المرحلة، وسواء نجحت أم لم تنجح الحكومة الماضية، لكن واضح جدا أن هناك فشل، لكن الأمر يعني معتمد جدا على مسألة التجانس أكثر مما هو الفشل. أما الفشل واضح وصريح جدا، ربما سيمتد لأشهر خلال الفترة القادمة، لا يمكن التعويل على حكومة في المنفى أبدا مطلقا ما لم تعود إلى الداخل وتمارس مهامها، ولا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها بدون موازنة مالية. إلى الآن لا توجد إعلان للموازنة المالية، والبنك المركزي مع من يعمل؟ يعني هناك حفاظ عليه من قبل الرئيس والدولة، لكن مع من يعمل؟ لصالح من؟ والموازنة تذهب إلى من؟ نعم. هذا الأمر يجب أن يحسم خلال هذه المرحلة، سواء دخلنا في عملية تفاوض سياسية أو عملية عسكرية. نعم سيد عبد السلام، ابقى معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر السيد أيمن نبيل. سيد أيمن، القرار الذي صدر بتغيير رئيس الوزراء السابق أو نائب رئيس الحكومة على أن هناك يعني قصور في أداء هذه الحكومة، بينما مجموعة من الوزراء المتواجدين في هذه الحكومة لم يتم تغييرهم على الإطلاق، يعني هل نستطيع الفهم أن المشكلة تكمن في رئيس الحكومة، أم أن المشكلة يعني تكمن في الحكومة بشكل عام؟ المشكلة في هذا النظام برمته، يعني هذه الشلة هذه الموجودة كلها الآن في المنفى، يعني بحاح مجرد رئيس وزراء تحميل هذا. طيب إذا كان الحكومة كلها تذهب، لكن يذهب تصفية حسابات، يعني حتى دي بجد القرار عندما تقوم تصدر قرار فشلات وفعيش، هذا يعني يجب على المقاهي وليس في عمل دولة، يعني كان هذا أمر مخزي في الحقيقة. نعم. آخر أنه إذا هذه الحكومة لم فشلات الآن فلنرى ماذا القصة في الحال. نعم، إذا مشاهدينا نعتذر لرداءة الصوت، لم نستطيع سماع السيد أيمن نبيل. نعود بسؤال أخير إلى ضيفنا السيد محمد عبد السلام أو عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، الإنقلابيون في صنعاء علقوا أن هذا القرار يهدف إلى عرقلة تسوية سياسية كان قد تم الاتفاق عليها، تقوم على أساس بقاء هادي رئيسا فخريا واستلام بحاح لمهامه، هل لا يزال هناك فرصة حقيقية للسلام في محادثات الكويت؟ فرصة السلام مرهونة بمدى قبول الطرف الانقلابي بالعودة عن الانقلاب، يعني الناس الآن يقولون لهم ربما هناك فرصة للمفاوضات والعودة عن الانقلاب والاعتذار للبلد ولهذا الدمار، وتظل الإجراءات القانونية في طريقها من خلال محاكمة من أعطوا أوامر لسفك الدماء، لكن أن يعني أن تكون فرص السلام متاحة فقط يعني من قبل الآخرين فيما هم يحملون السلاح، هذا أمر غير وارد. ثانيا لا يمكن القبول بمسألة نقدهم لقرارات رئيس الدولة، هم انقلبوا على الدولة بالأساس، وعليهم إذا أرادوا حل سياسي أن يأخذوه بحلوه ومره. نعم، أيضا من سيد عبد السلام من بعض ردود الأفعال التي حدثت على هذا القرار أن حزب المؤتمر اليوم جناح المخلوع أصدر قرار أيضا
فصل الرئيس عبد ربه منصور هادي وايضا بن دغر من عضويه الحزب. يعني هل بهذا الحجم كان للقرار تاثير على حزب المؤتمر في جناح المخلوع؟ هذا يدل على ذكاء الرئيس هادي في هذا القرار، بانه فكك الكتل الصلبه للانقلاب، اي بمعنى استطاع ان يخلق جناح جديد في العمل السياسي داخل المؤتمر الشعبي العام بعيد عن المخلوع والانقلابيين. هذه من فوائد هذه القرارات، وستظل هناك قرارات وقرارات متبعه وايضا اجراءات التفاوض وغيرها، كلها ستنتهي المطاف الى تفكيك الكتل الصلبه داخل الاطر الانقلابيه، سواء داخل الحركه الحوثيه او داخل المؤتمر الشعبي العام او بين المؤتمر والحوثيين. انا اعتقد خلال المرحله القادمه سيكون الانقلابيين اضعف ميدانا وسياسه وقياده. نعم، سيد عبد السلام، سؤال أخير، يعني إلى أي مدى سيسهم هذا القرار في التقريب ما بين حزب الإصلاح وأيضا الرئيس هادي ومن ثم أيضا السعودية؟ أولا القرار لم يعني يعطي ديباجة لانتماء أي شخص من هؤلاء لمكون سياسي، لكن الانتماءات واضحة. يعني ما هو الوضوح؟ هل علي محسن ينتمي للإصلاح على أساس أنه يكون هو شخصية مقربة للحزب؟ عفوا، أنا لست مدافع عن الإصلاح، لكن من خلال بياناتي الرسمية أن الإصلاح مع الرئيس هادي وقرارته، سواء عين اشتراكي أو بعثي أو قومي أو إسلامي أو عسكري أو مدني في أي منصب. ثانيا ايضا اعطاء بن دغر يعني منصب هو عمليا هو فك كتله الكتل الصلبه داخل الانقلاب وداخل شرعيه الانقلاب، وليس معناه الانتماء السياسي. ثالثا، مساله المملكه العربيه السعوديه انا اعتقد لا تتدخل في الامور الداخليه التي تتم وفق قرار الرئيس. انا اعتقد هذا الامر متعلق بالرئيس، والرئيس اختبر كل التيارات التي بامكانها ان تساعده خلال الفتره المرحله الصعبه. وانا ضد يعني خلال المرحله الحاليه ان تكون هناك حكومه انتماء سياسي او حزبي، او حتى تكون حكومه تكنوقراط دون حكومه خبره. ولكن هناك ايضا من يقول ان القرار ان القرار يعتبر قرار سعودي لإيقاف التدخلات، لو نقول عنها التدخلات الإماراتية، من خلال أن هناك يعني كان ميول لبحاح في إلى الجانب الإماراتي. ما تعليقك على ذلك؟ أنا بالنسبة لي من وجهة نظري كمحلل، أنا لا أرى أن التحالف العربي منشق وأن هناك رؤوس لقيادة هذا التحالف تتقاسمها الإمارات والمملكة العربية السعودية. أنا أرى أن قيادة التحالف العربي موحدة، وكل دولة داخل هذا التحالف تقوم بدورها، وحتى من الدول الخليجية خارج هذا التحالف بما فيها سلطة عمان تقوم بدور معين لصالح الخليج والأمن القومي للخليج. هذا أمر مفرغ منه. ولكن هذه المبررات التي تذكر وهذه التحليلات ربما هي بعيدة عن الصواب، لكن بالإمكان أن نقول أن اختيار علي محسن في هذا الظرف كونه الشخص الذي ربما كانت القيادة كان بالإمكان أن يقود عملية مقاومة ضد الانقلاب خلال الفترة الماضية. وماذا بعد هذا الظرف؟ ماذا تقصد يعني؟ يعني أقصد الآن علي محسن كما تقول أنت ويقول أيضا البعض أن فعلا هذا الرجل سيغير كثير في هذا الظرف، لكن ماذا بعد هذا الظرف؟ أنا لا أعتقد أن يعني مسألة التفاؤل الزائد عن حده ليس الأمر يثبت الأيام القادمة تثبت الواقع الميداني. أنا أعتقد أن نجاحة علي محسن ستكون في أمرين فقط، وهو محاولة تجميع الجيش وإعادة لحمته ولو بنوع بسيط من الوضع أفضل من الوضع الحالي، والثانية هو استمالة القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء في مناطق الشمال. الدور الثالث وهو قيادة المقاومة للانقلاب، أنا أعتقد هذا الأمر سيتم بشراكة كاملة مع الرئيس هادي، كون الرئيس هو المسؤول الأول في قيادة استعادة الدولة ومقاومة الانقلاب. إذا السيد عبد السلام محمد، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي
سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، وأيضا الشكر للكاتب والمحلل السياسي أيمن نبيل والذي أيضا وجدنا معاناة في التواصل معه كثيرا، وأيضا نعتذر على عدم قدرتنا للتواصل مع مستشار الرئيس هادي السيد، كان سينضم إلينا السيد الدكتور محمد بن موسى العامري. إذن مشاهدينا في الختام لا يسعني إلا أن أشكر جميع الضيوف وأيضا أشكر طاقم العمل، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. إلى الملتقى في أمان الله.